بسم الله الرحمن الرحيم، ازيكم يا جماعه؟ عاملين ايه النهارده؟ نلعب معاكم تحدي كلاش اوف كلانز 2012، وازاي تقدر تجيب الثلاث نجوم بكل سهوله. يلا بسرعه نبدا الفيديو من غير ما نتكلم كتير، نخش بلي. انا عملت التحدي وخدت الثلاث نجوم، دي المابا بتاعتك طبعا، وده الجيش بتاعك. اول حاجه نبدا نطلع الويزرد الساحر اللي هنا من الكاستل، نخرجهم وهنبدا نحاول نسحبهم. ننزل بربريان لان البربريان حركته بطيئه، عايزين نسحبهم علينا. تبدا تسحبهم علينا كده. ده البربريان ده نزل بالغلط، ده زياده مش مشكله. تنزل واحد هنا مثلا تاني، واول ما يقربوا عليك تروح منزل الارشر بتوعك، تروح منزل الجاينت هنا، وتفتح مكان في السور بسرعه، تروح منزل بقيه الجاينتات. تبدا تنزل مثلا ارشر هنا كده، الارشر هيدمر الكانون. نفتح مكان في السور من هنا مثلا، ممكن هيسحبوا عليه، سحبوا عليه. نبدا مثلا نلود كده بالراحه، نرمي بربريان مثلا كده هنا، عايزين نسرع العمليه دي مثلا هنا كده شويه. مش مهم كل ده بيقع عادي، مش مهم ولا تتهز خالص. حاول تفضي مكان هنا كده مثلا، واخر واحد نفتح له السور هنا، نفتح سور في الحته دي. هيكسروا السور، عملوا فتحه في السور هنا. الارشر عاملين شغل حلو، دمروا التاون هول. الجيش بتاعك لسه كبير، 92%، خدنا نجمتين. ناقص دقيقة لسه بدري، بس في تسلا هنا، هيروحوا يدمروا التسلا دي دلوقتي. الجيش عدده كبير، هيدمروا التسلا بسهولة. بس ده كان الفيديو بتاع النهارده، وازاي تقدر تجيب الثلاث نجوم في تحدي 2012 وتقدر تاخد الجايزه. اشتركوا في القناه واعملوا سبسكرايب عشان ان شاء الله هننزل بيت التحديات كلها. شكرا، سلام عليكم.